هذا وقد انطلقت أولى الرحلات الجوية الدولية بعد بدء العملية التشغيلية في مبنى المسافرين الجديد متجهة إلى مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر الناقل الوطني طيران الخليج. طبعا في العهد الزاهر لجلالة الملك أنا جدا سعيد اليوم في تاريخ 28 يناير 2021 أن نبتدي تشغيل مبنى المسافرين الجديد اللي ساهموا فيه سواعد وأبنائكم البحرينيين وأخوانكم البحرينيين. اليوم إن شاء الله راح يكون يوم ناجح. جميع البحرينيين والبحرينيات قاموا بالتدريب خلال الفترة اللي راحت على أساس أن يشرفون البحرين خير ويمثلونها خير تمثيل. إن شاء الله هذه المنشأة والبنية التحتية راح تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم جميع القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين. طبعا توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء أن تكون أول رحلة تطلع من هذه المطار تكون متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لشكرهم لدعمهم في تنفيذ هذا المشروع. فإن شاء الله اليوم بيكون يوم ناجح والتوفيق إن شاء الله للجميع. نحن طبعا نبارك لمملكة البحرين هذا الإنجاز الجميل واللي تحقق للأمانة بكفاءة الكوادر البحرينية اللي أشرفت على هذا المشروع. طبعا هذه اللفتة الجميلة من صاحب السمو ولي العهد بإرسال أول رحلة تشغيلية من مطار البحرين إلى أبوظبي، لافتة جميلة تعودنا عليها ومبادرات جميلة دائما تطلع من مملكة البحرين تجاه دولة الإمارات. مثل ما تفضلت، الصندوق شارك في تمويل هذا المطار بمليار دولار. أتى هذا المليار ضمن المبادرة اللي التزمت فيها دول الخليج تجاه مملكة البحرين في 2012 ضمن الصندوق الخليجي لدعم البحرين. للأمانة إذا أخذنا كل التحديات اللي مر فيها هذا المشروع والإنجاز والطريقة التي أنجز فيها يدل على الكفاءة البحرينية وأيضا الكوادر اللي اشتغلت على هذا المشروع. نتمنى أن هذا المشروع يكون رافد رئيسي في دعم الاقتصاد البحريني. نعول عليه الكثير والله يوفقكم إن شاء الله.